التحالف العربي يمضي قدماً في مساره المنفتح على ميليشيا الحوثي الانقلابية على كافة المستويات وسط صمت من جانب السلطة الشرعية التي وصلت إلى طريق مسدود مع الحوثيين في مسارات السكهلم الثلاثة ومن بينها المسار التفاوضي حول آلاف الأسرى والمعتقلين والمخفيين في سجون الميليشيا المتحدث باسم ما يسمى تحالف دعم الشرعية العقيد تركي المالكي اعلن وبصوره مفاجئه عن ان التحالف اطلق سراح 200 اسير حوثي بالتوازي مع قرار يسمح برحلات جويه من مطار صنعاء لنقل المرضى الى الدول التي يمكن لهم ان يتلقوا فيها العلاج المناسب لحالاتهم بالتنسيق مع منظمه الصحه العالميه. المتحدث نفسه وضع المبادره في اطار دعم اسماها جهود حل الازمه في اليمن والدفع باتفاق سوكهولم. لكن خطوة التحالف هذه جاءت محصلة لجهود وساطة انخرط فيها رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورر وبدأها بلقاء غير مسبوق له مع العاهل السعودي الملك سلمان في الخامس عشر من شهر أكتوبر تشرين الأول وأتبعها بزيارة إلى صنعاء في اليوم التالي تركزت بشكل خاص حول جنود سعوديين وقعوا في الاسر في العمليه العسكريه التي نفذها الحوثيون في وادي كتاف بمحافظه صعده في اغسطس اب الماضي المتحدثه باسم اللجنه الدوليه للصليب الاحمر وتعليقا على اعلان التحالف اكدت ان اللجنه على اتصال مع الاطراف بهذا الشان وعلى استعداد لتيسير عوده الاسرى لوطنهم القيادي البارز في ميليشيا الحوثي محمد علي الحوثي الذي كان قد استقبل رئيس اللجنه الدوليه للصليب الاحمر في صنعاء علق فورا بالترحيب علي قرار التحالف لكنه دعا الي اطلاق سراح باقي الاسري لم يحدد التحالف اين وكيف وقع الاسري الحوثيون في يده لكن معظم الاسري كما تثبت حوادث مشابهه كانوا لدي الجيش الوطني التابع للحكومه الشرعيه وغالبا ما تستخدمهم الرياض في عمليات تبادل لاطلاق سراح جنود سعوديين خطوه تخفيف القيود المفروضه على الرحلات التي تنطلق من مطار صنعاء الدولي على اهميتها يبقى تاثيرها بنظر المراقبين في حدود المصالح الضيقه جدا لسلطه الامر الواقع في صنعاء في ظل المعاناه التي يواجهها اليمنيون خصوصاً في محافظة تعز الذين تتضاعف معاناتهم بسبب قيود تضعها الميليشيا المحسوبة على الإمارات وتحول دون وصول المئات منهم إلى مطار عدن الخاضع للسلطة الشرعية